الشاشة ظهرت عندكم؟ ايه تمام. إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أبناؤنا الطلاب أبطال الصف الخامس الابتدائي، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير. الآن إن شاء الله نبدأ السباق وفصل خامس ألف. والسؤال الأول: سمي الشكل الآتي، هل هو مستقيم ولا قطعة مستقيمة ولا نصف مستقيم؟ اللي يبغى يجاوب يقول أنا الطالب الفلاني ويبدأ يجاوب. أنا يلا، سلطان تركي. الجواب مستقيم. هذا مستقيم. وإيش هو السبب اللي خلاك تقول عليه مستقيم؟ هل هذا جواب نهائي؟ أيوة جواب نهائي. طيب، إيش هو تعريف المستقيم يا بطل؟ لو رجعنا للمفهوم حق المستقيم، إيش هو مفهوم المستقيم؟ مفهوم مستقيم. ها؟ مين يعرف يا شباب؟ عشان الوقت، عايزين نكتسب أكبر عدد ممكن من الأسئلة. هذا الدرس صفحة كام يا أستاذ؟ سعادة الوكيل أيضاً راح، بنرحب به أيضاً، حضر معانا هو يا شباب. أستاذ أشكال هندسية. النقطة حقتها ما تخلص. نعم. لا نهائية. أحسنت. مين اللي بيقول، عساف ولا مين هذا؟ سعود أنت بنيف. من؟ سعود بنيف. اهلا يا سعود، حياك الله. فعلا احنا بنعرف المستقيم انه ممتد من جهتيه الى ما لا حدود. طيب، هل هذا ممتد من جهتيه الى ما لا حدود؟ ها، هل هو نصفي مستقيم؟ نعم. هل هذا نصفي مستقيم؟ نعم. لا طبعا، ما هو بنعم. يلا نشوف كده مع بعض هنا. لو شفنا هنا مثلا، شوف كده، لاحظ معايا، لو انا رسمت، ايش الفرق بين هذا؟ تمام. تمام، وما بين هذا، ايش الفرق بينهم؟ ها، شايف؟ ها، اللي فوق ده اسميه ايش؟ هذا. الو، شايفين الصورة ولا لا؟ يا شباب، إلا شايفين شايفين كده؟ شايفين. ايوه طيب، شايفين يا استاذ. طيب هذا بنسميه ايش هذا؟ مستقيم. ايوه، هذا اسمه مستقيم. لماذا؟ لا شكله متعامد. متعامد فين يا اخي؟ انت شايف ايش؟ لا يستر ما بين نقطتين. ها؟ ايش هو تعريف المستقيم؟ نسينا احنا. استاذ اصلا ما لقيت الدرس، وين قاعد ادور بالكتاب ما لقيت الدرس. انت نسيت يعني. طيب، انا لو قلت لك ارجع في الكتاب، عندك في جدول هتلاقي فيه بعض المفردات الهندسيه موجوده عندك في الكتاب، صفحه 151. صفحه 151 تمام. لو رجعنا في صفحه 151 ستجد عده مفردات هندسيه مهمه، من ضمنها هذا الشكل بنقول عليه مستقيم. لماذا؟ اي صح. اللي هو عبارة عن مجموعة نقاط. أيوة، تشكل مسارا مستقيما يمتد في الاتجاهين دون نهاية. الله عليك. إنما اللي تحت بقول عليها إيش هذه؟ هذا بقول عليها إيش؟ قطعة مستقيمة. أيوة، هذه اسمها قطعة مستقيمة. قطعة مستقيمة، تمام. طيب، إيش هو تعريف القطعة المستقيمة يا أبنائي؟ جزء من مستقيم لها جزء نقطة من المستقيم، بداية ولها له نقطة نقطة بداية وله نقطة ايش؟ نهاية، ويمكن قياس طولها. يمكن قياس ايش؟ طولها. شوف، يعني انا ممكن اروح مستعمل ايه؟ امسك كده المسطرة يا استاذ، اقدر اروح شايف كده، اجيب المسطرة اهوت، واقدر ان انا اعمل ايه؟ اقيس طولها. هذه طولها كام مثلا؟ نقدر طولها كام؟ 8 سنتيمتر. 8 سم تقديرا، الى السنتيمتر يبقى 8 سنتيمتر، صح؟ هذا تقديرا، تمام. اما المستقيم فهذا ممتد وهذا ممتد، ما استطيع ان انا اعرف اين بدايته واين نهايته، وبالتالي لا استطيع ان انا اقيس ايش؟ طول. وصلت الفكره يا شباب؟ لا ننسى هذه المفاهيم ابطالي. طيب، هيا بنا ننتقل مره اخرى الى السؤال. اذا لو قلنا الاجابه مستقيم، قلنا عليها اجابه ايه؟ خاطئه، وبكذا يبقى ايه؟ كسبت اول القطعه المستقيمه. الان خامس باء، خامس باء، ما اسم هذا الشكل؟ خامس باء.
نصف مستقيم يا أستاذ. نصف مستقيم، مين بيجاوب؟ ها مين بيجاوب؟ سلطان تركي جاوب. احنا عايزين، اتفقنا كل فصل يقول ايه سؤال علشان ما ندخل على ما في حد من خمس يا استاذ. خامس بقى ما حضر منهم احد؟ طيب واحد يبقى اذا هذا اصبح ايش هذا؟ نقول عليها ايه؟ القطعة المستقيمة. قطعة مستقيمة. وبعدين يا سلطان احنا هل هنا، هل في هنا سهم وفي هنا سهم؟ هل هو ممتد من جهتين ولا له نقطة بداية ونقطة ايه نهاية؟ الحين استاذ القطعة المستقيمة هي معمالها سهمين. انا الحين فيه، هي جزء من المستقيم له نقطة بداية وله نقطة نهاية ويمكن ايوه انا موجود فيه. يبقى هذا اسمه ايش؟ قطعة مستقيمة. تمام؟ اللي بعده إجابة صحيحة. يلا يا أبطالي سمي هذا الشكل. المستقيم هذا اسمه مستقيم، أحسنت. لماذا؟ عشان مجموعة واحد بس يجاوب بس مع صوته. مين هو؟ دون نهاية. مين اللي بيجاوب؟ عبد الله العويضة. تفضل عبد الله. يلا عبد الله العويضة تفضل. المستقيم مجموعة نقط تشكل مسارا مستقيما يمتد في الاتجاهين دون نهاية. الله عليك يا بطل، أحسنت، ممتاز. السؤال اللي بعده، اللي بعده السؤال عاد يجاوب. يلا مين يجاوب هذا؟ قول يلا عبد الله. عبد الله الشيخ، هذا اسمه ايش؟ ايش هو تعريف نصف المستقيم؟ ايش هو تعريفه؟ جزء من مستقيم له نقطة بداية يمتد في احد اتجاهين دون نهاية. الله عليك، الله عليك يا ممتاز، ممتاز. هل يمكن قياس طوله؟ هل ممكن انا اقيس طول نصف المستقيم؟ نصف المستقيم ممكن انا اقيس طوله؟ لا. ها؟ لا يمكن، لانه ممتد الى ما لا حدود يا استاذ، احسنت، بارك الله فيك. السؤال اللي بعده يلا مين معانا؟ يلا عبد الله عويضه. عبر عن الشكل بالرموز. يا ترى الشكل هذا، هل هذا ولا اللي في النص ولا هذا؟ ونقراه اللي كيف؟ في النص. اللي في النص. طيب نقراه ايه بقى؟ ايش هذا الرمز؟ المستقيم الف باء او المستقيم باء الف. الله عليك يا بطل، امال هاتي بنسميها ايه الرمز هذا؟ القطعه المستقيمه. الله عليك، ممتاز. وهذا اسمه ايش؟ هذا نصف المستقيم. الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله على أبطالي، يا سلام، رائع. الآن السؤال رقم خمسة، يلا يا أبطال. ما هو الرمز؟ مين معانا؟ يلا سلطان. طلع يا أستاذ. طلع؟ إيش المشكلة؟ يلا عبد الله الشيخ. ها؟ الرمز هذا يعبر عن مين؟ هذا قطعة مستقيمة، هذه السد قطعة يعني مستقيمة. الأولى ولا اللي في النص ولا اللي على اليسار؟ لا لا هذا؟ الأولى. إجابة؟ إيه. طيب هذا اسمه إيه هذا؟ الرمز هذا؟ الرمز هذا اسمه إيه؟ إيش؟ سين لا ألف القطعة المستقيمة. القطعة المستقيمة ألف باء. ايوه بقى. واللي في النص يا عبد الله اسمه ايش؟ عبد الله الشيخ. الف باء يعني قطعه مستقيمه. والرمز هذا اسمه ايش؟ يلا يا بطل. هذا مستقيم. المستقيم الف باء، ما شاء الله، ممتد من جهتي الى ما لا حدود. طيب والالف باء هذا اسمه ايش؟ هذا نصف مستقيم. نصف مستقيم، يا سلام، احسنت يا بطل. هذا نصف مستقيم، احسنت، بارك الله فيك. إذا الإجابة هي القطعة المستقيمة ألف باء، إجابة صحيحة، بارك الله فيك. السؤال السادس، عبر عن الشكل المرسوم. ها يلا مين معانا؟ نشوف كده بس الناس اللي معانا، عايزين الناس كلها تشارك يا أبطال. في سلطان حسين وسلطان سلطان تركي نواف الغامدي وعبد الله العويضة. ايوه سلطان حسين. يلا يا أبطال مين يجاوب؟ السؤال الآن، ها عبر عن الشكل بالرموز. الشكل هذا اسمه ايه؟ يلا سلطان. سلطان تركي. ماشي تفضل. الجواب الاول. هذا؟ ايوه. هو الرمز ده اسمه ايه؟ اقرا كده، اقرا هذا الرمز. مستقيم هذا. ها؟
هذا اسم المستقيم ألف باء، تمام؟ هل هذا اسم مستقيم؟ الشكل هذا؟ لا. أمال ده اسمه إيش؟ الشكل هذا؟ مستقيم. يا رجل، هذا الشكل المرسوم. أنت عندك إشكالية يا سلطان، يلا نروح نشوفها كده مع بعض ونشوف إيه الإشكالية اللي عندنا، نراجعها كويس عشان أنا ما أبغى منك. لحظة واحدة بس يا شباب، شوف يا سلطان، في عندك إشكالية، هذه بنسميها قطعة مستقيمة، لماذا؟ لا نقطة بداية ولا نقطة نهاية ويمكن قياس الطول فيها. أما هذا لو أنا رسمت هكذا، ركز معي شوي، لو جيت رحت راسم هذا كده بسميه إيش؟ نصف مستقيم. لماذا نصف مستقيم؟ له نقطة بداية، تمام؟ وممتد في إحدى الجهات، يعني جهة اليمين أو جهة اليسار، ممكن أرسم هكذا، تمام؟ يبقى هذا اسمه إيش؟ نصف مستقيم. يبقى ده اسمه قطعة مستقيمة. سلطان تركي، أنت طالب متميز. هذا نقطة بداية وهذا نقطة نهاية. أما هذا فله نقطة بداية وليس له نهاية. شوف، ممتد، لا أدري أين نهايته، وممكن تبقى البداية من هنا وممتد أيضا في الجهة الأخرى. هذا بقول عليه نصف مستقيم، نصف مستقيم، وهذا أيضا نصف مستقيم. طيب، رمز هذا لو خدت أي حرفين في البداية، هنا ألف وهنا باء، فبقول على القطعة المستقيمة ألف باء، وهكذا أحط الرمز. أما نصف المستقيم لو أنا سميت هنا ألف وهنا باء، فبقول على نصف المستقيم ألف باء، هكذا ممكن أحط الباء هنا وأحط الألف هنا وأقول نصف المستقيم باء ألف. لازم أبدأ بنقطة البداية، ماشي يا سلطان؟ أما إذا رسمت، شوف بقى الفرق، لو خدت نصف المستقيم هذا هكذا، تمام؟ ورحت واخد كمان نصف مستقيم الجهة الثانية هكذا، والاثنين منطبقين على بعض تماماً، في الحالة دي إيه اللي حصل بقى؟ كون إيش؟ هذا كده كون مستقيم، ده بقى اسمها مستقيم. ليه؟ لأنه ممتد من جهتيه، شوف، من جهة اليمين ممتد ومن جهة اليسار أيضاً ممتد، تمام؟ فلو خدت عليه نقطتين، هنا ألف وهنا باء، الرمز أقول ألف باء وحط الشكل حقه أهو. شوف، هذا اسمه الرمز المستقيم، هذا المستقيم ألف باء. يبقى رتب أفكارك يلا بقى يا سلطان تركي، أنت واللي زيك. ها، هذا اسمه إيه؟ القطعة المستقيمة ألف باء، وهذا اسمه إيش؟ رمز نصف المستقيم. ببدأ بنقطة البداية، هنا ألف باء أو نصف المستقيم باء ألف، ها، وهذا اسمه المستقيم ألف باء، ممتد من جهتين. عرفنا الفرق بين الثلاث يا سلطان؟ ايوه، تمام. يلا بقى، عايزك بقى تحل صح بقى، مش عايزك بقى تغلط مرة ثانية. هذا اسمه ايه الشكل هذا؟ هذا اسمه نصف المستقيم. الله عليك، الرمز حقه بقى هذا ولا هذا ولا هذا؟ الثاني، نصف المستقيم. الله عليك، كده انت بقيت 100 100 كده، ممتاز، بارك الله فيك، احسن. نجاوب الأول، نختار هذا ونعمل إجابة وكذا إجابتك صحيحة، بارك الله فيك. السؤال اللي بعده يا أخوان، هذا اسمه إيه؟ أنا حسين. هذا رمز اسمه إيه؟ يا رب إن المايك حقك يمسك. ألو؟ الرمز هذا اسمه إيه؟ أول خيار. أول خيار اسمه إيه؟ اقرأ. اقرأ. إيش اقرأ؟ هذا اسمه إيه؟ يعني الرمز ده لما أقرأه كيف؟ أقول إيش؟ ألف باء. ألف باء إيه بقى؟ مستقيم ولا قطعة مستقيمة ولا نصف مستقيم؟ قطعة مستقيمة. الله عليك، قطعة مستقيمة. أمال ده اسمه إيه الرمز هذا؟ هذا مستقيم. الله عليك، ممتاز. إيه اللي عرفك إن هو بقى مستقيم؟ لأنها له نقطة بداية ونهاية. هذا له نقطة بداية ونهاية؟ الأسهم دي معناها بداية ونهاية ولا معناها أنه ممتد من جهتين ما لا حدود؟ ممتد من جهتين. طيب اسمه إيه؟ اسمه مستقيم لأنه إيه؟ ممتد يا أستاذ من جهتين. إنما القطعة هي اللي لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية، وبالتالي يمكن قياس طولها بالمسطرة أو بالمتر أو حسب وحدة الطول اللي بقيس بيها. طيب، وهذا اسمه إيش؟ نصف مستقيم. الله عليك، الله عليك، ما شاء الله، ممتازين يا أبطال، بارك الله فيك. يلا
دورك يلا. هذا اسمه ايش؟ هذا القطعة المستقيمة. ممتاز احسنت. يلا اللي بعده. يلا عايزين سرعة بقى خلاص اتقن ان شاء الله. ها هذا اسمه ايش؟ مستقيم. الله عليك. الف ولا الاولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة الثالثة. ايوه كده يا سلطان ممتاز احسنت بارك الله فيك رائع. استاذ عدي جاوب عدي جاوب. يلا يا عبد الله اختر الشكل الذي يعبر عن الرمز هذا. ها الرمز هذا حق مين فيهم؟ الأولى ولا الثالثة؟ دقيقة. الثانية الثانية. الثانية وإجابة صحيحة بارك الله فيك يا بطل. اللي بعده اختر الشكل الذي يعبر عنه الرمز جيم دال هذا. الأول الأول. مين اللي جاوب؟ عبد الله الصاعد. عبد الله الصاعد خامس باء. أحسنت يا بطل ما شاء الله رائع. اللي بعده مين يجاوب؟ ثاني واحدة. يلا ها ثاني واحدة. مين يجاوب؟ عبد الله العويضة. عبد الله العويضة ممتاز احسنت بارك الله فيك. اللي بعده الرمز هذا. اول واحدة اول واحدة. اول واحدة مين جاوب؟ عبد الله الصاعدي. احسنت يا عبد الله بارك الله فيك. واحد اخر ها جيم دال هذا الرمز حق مين؟ ثالث واحدة. آخر واحدة. مين اللي جاوب؟ عبد الله العويضة. عبد الله العويضة ممتاز. يلا بطل مين بعد؟ الرمز هذا. الأخيرة الأخيرة. الأخيرة مين جاوب؟ سلطان حسين. سلطان حسين وإجابة صحيحة أحسن. اللي بعده. سين عين. ها. أول واحدة. أول واحدة. اقرأها. اقرأ الرمز هذا. قطعة مستقيم. الله عليك. القطعة المستقيمة سين عين ما شاء الله. ايه الحلاوة دي يا ولاد؟ قطعة مستقيمة. قطعة مستقيمة. مين اللي فاتح مايك وبيتكلم معانا يا شباب لو سمحت اقفل المايك؟ عبد السلطان اخوك سلطان تركي الساعة اتوقع. يلا يا ابطال مين اللي هيقول سين عين؟ هذا اسمه ايه؟ قطعة مستقيمة. قطعة مستقيمة سين عين. مين فيهم الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الثانية الثانية. الثانية والإجابة صحيحة. يا سلام إيه الحلاوة دي يا أولاد. اللي بعده هذا رمز إيه؟ مستقيم. نصف مستقيم. نصف مستقيم الله عليك. أول واحدة والإجابة صحيحة سلطان حسين ما شاء الله. يلا تعال هنا بقى واحدة واحدة يا أستاذ. يقول اسحب كل رمز وضع وضع شلون يجاوب؟ اول وحده في اول وحده واخر وحده في ثاني وحده. مين اللي بيجاوب؟ مين اللي بيجاوب؟ انا سلطان حسين. يلا سلطان حسين. اول وحده من الخطوط هذه صوتك راح. ها في أنا؟ اول وحده ايوه ماشي. واللي بعدها اللي بعدها اخر وحده. اللي بعدها اخر واحد. ثم اخر واحدة ثاني واحدة. 1.7 الاجابة صحيحة احسن تبارك الله. اخر سؤال يا شباب. ها يلا عبد الله عويضة. يلا استاذ انا ما جاوبت استاذ. مين؟ ماشي يلا تفضل عبد الله الشيخ. اول واحدة ثاني واحدة. اول واحدة ثاني واحدة هذه؟ لا اول واحدة اللي علمين استاذ. ثاني واحدة يستعب على الأول واحدة قصدي. ثاني واحدة أول واحدة. ثاني واحدة على الأول واحدة ليش؟ وبعدين؟ وبعدين ثالث واحدة ثاني واحدة. ثالث واحدة ثاني واحدة وبعدين؟ والأخيرة عد هذيك الأول. ماشي أحسنت تبارك الله فيك إجابة صحيحة ما شاء الله عليك. كده أتقن فعلا موضوع ليش؟ الأشكال الهندسية بالنسبة للمفردات الهندسية واستطعنا فعلا ان احنا نميز ما بين المستقيم ونصف المستقيم والقطعة المستقيمة وكيف نسمي كل منها. أحسنتم بارك الله فيكم. طبعا في واجب خفيف جدا موجود على المنصة باقي معنا في الوقت تقريبا حوالي حسب الجدول 9 دقائق 5 دقائق كمان ناخد تدريب سريع بقى وإن شاء الله كل واحد له سؤال واحد فقط ما حد يجاوب في دور الثاني خلاص؟
وهنبدأ يلا نشوف كده مع بعض العلاقات. الضرب يا أستاذ، الضرب الضرب يا أستاذ. العلاقات بين المستقيمات. يلا يا أبطال، أنا كل واحد يسأل واحد فقط، ما حد يجاوب، أنا ما حد يجاوب بدون الثاني، خلاص؟ أنا أول واحد يا أستاذ. يلا أول واحد مين؟ أنا سلطان حسين. تفضل أنت. أنا ثاني. أنت مين؟ أنت مين عشان أكتب اسمك؟ سلطان حسين. يلا سلطان حسين، هذه مستقيمان متقاطعان، مستقيمان متوازيان، مستقيمان متعامدان؟ مستقيمان متقاطعان. متقاطعان، أحسنت، لأن المستقيمان متقاطعان تعريفهم ملتقيان في نقطة واحدة. اللي بعد. جاوب استاذ، عادي جاوب. عبد الله الشيخ. يلا. هذه أي واحدة؟ أصبر. مستقيمان متقاطعان، مستقيمان متوازيان. متوازيان، إيش هو تعريف المستقيمان المتوازيان يا أبطالي؟ لا يتقاطعان ابدا، لا يتقاطعان ابدا، احسنت، بارك الله فيك. اللي بعد. لا يتقيام او يتقاطعان. تمام يلا. سلطان تركي. مستقيمان مستقيمان متقاطعان. متقاطعان، احسنت. ايش اللي عرفني هم متقاطعان عشان ملتقيان في نقطه واحده، بارك الله فيك. يلا يا عبد الله العويضه. عبد الله العويضه طلع. طلع طلع يا استاذ. طلع. طيب يلا مين تاني لسه معانا؟ ها لا ما طلع يا استاذ، ما طلع، موجود. مين اللي معانا؟ شوف كده مين اللي معانا. طلع يا اخوي ذا عبد الله الصاعدي. طيب سلطان تركي. نواف الغامدي. يوه نواف، ما سمعت صوتك يا نواف ليه؟ يلا نواف سمعني؟ ايه سامعك. يلا يا رجل، ايش ما تشارك يا رجل، لازم يعني، انا مش شايف الشاشة. المستقيمان هذول ايش الرمز اللي بينهم؟ دول مستقيمان ايه؟ متقاطعان ولا متعامدان؟ مستقيمان متوازيان، احسنت. طيب المستقيمان متوازيان الرمز حقهم بقى الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ يا نواف. دول مستقيمان ايش؟ لو عايز تراجع الكتاب عندك صفحة 152. الكتاب صفحة 152. واحد وعشرين. واحد واحد وعشرين. الإجابة هنا تبقى ايش؟ واحد واحد وعشرين. تاني واحدة اللي هي باء ألف يوالد المستقيم دال جيم. المستقيم باء ألف يوازي المستقيم دال جيم. ماشي؟ يلا يا أبطال. يلا السؤال اللي بعده. أنا ألتم. يلا تفضل. مستقيمان متقاطعان. يعني ناخد الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الثانية. الثانية. أمال الأولى ديت أقراها إيه؟ أقول عليهم إيش؟ الرمز دي معناه إيش؟ مستقيمان متعامدان. الله عليك، يا سلام. المستقيم باء ألف يعامد المستقيم دال جيم. أمال هذا إيه؟ هذا مستقيمان متقاطعان. لا متوازنان، متوازيان. أيوه، المستقيم باء ألف يوازي المستقيم دال جيم. يا سلام، يا سلام عليكم يا شباب. أبطال ما شاء الله، دول اللي بقى هيبقوا نجوم الصف السادس العام المقبل إن شاء الله. يلا اختر الإجابة. عبر عن الشكل بالرموز. مين يجاوب؟ سعد الله الصاعدي. يلا يا عبد الله. تو مجاوب. المستقيمان متعامدان، يعني الأولى ولا الثانية؟ الثانية. الثانية، أمال الرمز الأول هذا معناه إيش؟ مستقيمان متوازيان. الله عليك، يا سلام، بطل يا أولاد، ما شاء الله، ما شاء الله. يلا باقي معانا 6 دقائق فقط، هترك لكم حوالي 3 دقائق تروح تحلوا الواجب اللي موجود على المنصة. يلا. عبر عن الشكل بالرموز. مين يجاوب؟ أستاذ عادي اطلع. سلطان تركي وعبد الله الصعب. يلا ماشي، يلا سلطان تركي حل المسألة دي وابقى يطلع. طيب يلا. ثلاثة ونص، ثلاثة ونص، ثلاثة هذه ثلاثة ونص، ثلاثة وستة، ثلاثة وستة،
الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ أنت وعبد الله الصاعد، واحد من خمس ألف وواحد من خمس باء. الأولى. الأولى 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 أستاذ. الأولى هذه غلط. أيوة. الثانية. الثانية. الثالثة الثالثة الأخيرة. باء ألف يتقاطع يتقاطع ملتقيان في نقطة أهو. يتقاطع، أما هذا توازي وهذا تعامد. ماشي؟ طيب كمان سؤال يلا. ها؟ نشوف يلا مين الأسرع في الجواب؟ عبد الله الصاعدي غمز. يلا عبد الله الصاعدي. الأول الثاني 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 الثاني. ثانية إجابة صحيحة، أحسنت يا سلطان، أيوة كده متوازيات. اللي بعد مين الأسرع في الجواب؟ 9 على 9. الأولى 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 الأولى. أحسنتم ما شاء الله ما شاء الله، أحسنتم أنتوا الاثنين. يلا من الأسرع؟ وش ذي؟ نقول اكتر الشكل الذي يعبر عنه بالرمز عين سين يتقاطع مع الأولى 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 الأولى. أحسنتم أنتوا الاثنين ما شاء الله. طيب برضه هنا يتقاطع مع الثاني الثاني الثاني. أيوه كده ما شاء الله. اللي بعده. الأولى الأولى الأولى. أحسنت أحسنت. سي عين سين الثاني الأخيرة الأخيرة الأولى الأخيرة. ممتاز. ها الأخيرة الأولى 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 الأولى. يا سلام أحسنت. اللي بعده. الأولى 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 الأولى. يا سلام أحسنت ممتاز. 9 و7 على 9. الأخيرة 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 الأخيرة. إيه الحلاوة دي يا ولد، ما شاء الله ممتازين. ها الأخيرة الأخيرة الأولى الأخيرة الأخيرة. مين اللي جاي الأخيرة صح؟ أنا عبد الله الصاعدي. أحسنت يا عبد الله، شد حيلك يا سلطان. الثاني 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 صح سلطان صح. اسحب. الأولى مع الأولى مع الثانية والثانية مع الأولى. الأولى مع الثانية والثانية مع الأولى. أنتوا الاثنين صح، أنتوا الاثنين صح، ما شاء الله. ممتازين. آخر سؤال. آخر سؤال. الأولى مع الأولى، الثانية مع الثانية والأولى مع الأولى. إجابة صحيحة، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. يا سلام. 23 على 25. بارك الله فيكم يا أبطال، إلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.